السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية، الصفحة 179-180، مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا أولا سنقرأ النص، ثم سنجيب عن أسئلة الفهم والشكل، الصرف والتحويل، التراكيب والإملاء. تابعوا معي النص. أقرأ النص بتمعن. يطلق على الأرض اسم الكوكب الأزرق لأن 7 أعشارها مغطى بالبحار التي يبدو لونها أزرق، والبحار مقسمة إلى 5 محيطات هائلة، هي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. يتميز قاع المحيطات كلها بوجود جبال مرتفعة ووديان عميقة كالتي توجد على اليابسة، بل إن بعض جبال المحيطات قد تفوق في الارتفاع أعلى جبال اليابسة. إذن هذا هو النص. إذن السؤال الأول، لما يطلق على الأرض الكوكب الأزرق؟ إذن جوابا عن السؤال من النص بطبيعة الحال، لأن 7 أعشارها مغطى بالبحار. إذن السؤال الأول، لأن 7 أعشارها مغطى، لذلك يبدو الكوكب إذن أزرق من الفضاء، مغطى بالبحار لأن 7 أعشارها مغطى بالبحار. إذن السؤال الثاني، بما يتميز قاع المحيطات؟ إذن يتميز قاع المحيطات بوجود جبال مرتفعة. إذن سنكتب يتميز قاع المحيطات إذن بوجود جبال مرتفعة، ووديان عميقة. إذن السؤال الثالث، أنجز خريطة الكلمة يبدو. إذن خريطة الكلمة يبدو، إذن يبدو نوع الكلمة، إذن نوعها فعل، إذن مرادفها يظهر، إذن أو يتجلى، إذن ضدها يختفي. إذن ضدها يختفي. إذن نركبها في جملة مفيدة. إذن جملة مفيدة، إذن يبدو الفضاء رائعا، يبدو الفضاء رائعا. إذن هذه هي خريطة الكلمة يبدو. إذن كما قلت نوعها فعل، مرادفها يظهر أو يتجلى، ضدها يختفي. إذن جملة مفيدة، يبدو الفضاء رائعا. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أضع عنوانا مناسبا إذن للنص. إذن السؤال الرابع، إذن سنقول مثلا كعنوان مناسب جدا للنص، الكوكب الأزرق. إذن في نظري هذا هو أحسن عنوان يمكن أن نضعه للنص، الكوكب الأزرق. السؤال الخامس، أشكل ما لم يشكل في النص. إذن سنرجع إلى النص لنتم شكل الكلمات التي لم يتم شكلها. إذن يطلق، إذن سنبدأ، يطلق على الأرض اسم الكوكب الأزرق لأن 7 أعشارها مغطى بالبحار التي
يبدو لونها أزرق والبحار مقسمة إلى 5 محيطات هائلات، هي المحيط، إذن المحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي. إذن هي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي أو الهندي، إذن والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. إذن يطلق على الأرض اسم الكوكب الأزرق لأن 7 أعشارها مغطى بالبحار التي يبدو لونها أزرق، والبحار مقسمة إلى 5 محيطات هائلة، هي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. إذا سنمر الآن إلى أسئلة الصرف والتحويل. نبدأ بالسؤال الأول، استخرج من النص اسما مقصورا وآخر منقوص. إذا اسم مقصور لدينا مغطى من النص مغطى، وآخر إذا منقوص، إذا ينتهي إذا ب ياء، إذا من النص دائما. إذا لدينا الهادي، إذا الهادي أو الأطلسي أو الهندي، إذا الهادي، إذا سنكتب الهادي. الهادي. إذا السؤال الثاني، أكمل الجدول كما في المثال. إذا لدينا مجموعة من الأفعال، سنحدد اسم الفاعل واسم المفعول من كل فعل. إذا سمع، إذا ثلاثي، إذا اسم الفاعل على وزن فاعل، إذا سامع. إذا اسم المفعول على وزن مفعول، مسموع. شاهد، يشاهد، مشاهد، لأنه غير ثلاثي، إذا على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر بالنسبة لاسم الفاعل وفتح ما قبل الآخر بالنسبة لاسم المفعول، مشاهد، مشاهد. كتب، إذا كاتب على وزن فاعل واسم المفعول، مكتوب على وزن مفعول، مكتوب. امتحن، يمتحن، ممتحن، إذا ممتحن، اسم الفاعل ممتحن، اسم المفعول ممتحن، ممتحن، ممتحن. نتمم أصدقائي مع السؤال الموالي. إذا التركيب، أستخرج من النص توكيدا معنويا. إذا سنرجع إلى النص. إذا لاحظوا معي، التوكيد المعنوي الذي جاء في النص يتميز قاع المحيطات كلها. إذا يتميز قاع المحيطات كلها، إذا لدينا كلها بوجود جبال مرتفعة، إذا سنكتب كلها. إذا توكيد معنوي كلها، كلها، إذا توكيد معنوي. إذا السؤال الثاني، ألاحظ الجمل وأبين نوع التوكيد. أحافظ، أحافظ على البيئة، توكيد لفظي. نجحت البنتان، كلتاهما، إذا كلتاهما توكيد معنوي، إذا سنكتب توكيد معنوي. لا، لا أتكاسل، إذا لا، إذا توكيد لفظي، توكيد لفظي. شارك التلاميذ كلهم، إذا كلهم توكيد معنوي، إذا سنكتب توكيد معنوي. نمر الآن إلى السؤال الثالث، أربط ما لون بالأحمر في الجمل الآتية بما يناسبه. حضر العالم نفسه، إذا نفسه توكيد معنوي.
نجحت التلميذة المجتهدة، إذا المجتهدة نعت حقيقي، المجهر فوق المكتب، إذا مفعول فيه. السؤال الرابع، أعرب يتميز قاع المحيطات كلها بمخلوقات مختلفة، إذا سنعرب هذه الجملة، إذا يتميز، إذا فعل مضارع مرفوع، قاع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، المحيطات مضاف إليه مجرور، المحيطات كلها، إذا عفوا كلها إذا كل توكيد معنوي، توكيد معنوي تابع للمؤكد في الجر، كل إذا في الجر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. إذا سنضيف تابع للمؤكد في الجر، إذا هنا سنضيف وهو مضاف، وهو مضاف، إذا والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، كلها بحرف جر، حرف جر، مخلوقات، مخلوقات اسم مجرور، إذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إذا مخلوقات، إذا مختلفة، نعت تابع لمنعوته، مختلفة نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركته، في جميع صفاته وحركاته. إذا هذا هو النموذج الإعرابي. إذا يتميز فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، قاع فاعل مرفوع وهو مضاف، المحيطات مضاف إليه مجرور، كلها، إذا كل توكيد معنوي تابع للمؤكد في الجر وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، بحرف جر، مخلوقات اسم مجرور، مختلفة نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته. نمر الآن أصدقائي إلى الإملاء، أستخرج من النص اسما مقصورا وآخر منقوص، إذا هذا السؤال تم الإجابة عليه في أنشطة الصرف والتحويل، إذا اسم مقصور مغطى، اسم منقوص الهادي، إذا سنعيد كتابة الأسماء هنا، إذا اسم إذا مقصور، إذا مغطى، اسم منقوص الهادي، أجعل الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في الجمل الآتية أو الجملتين الآتيتين منونة، إذا هذه القرى تتميز بالهواء النقي، إذا سنقول هذه قرى تتميز بهواء نقي، نقي، إذا هذه قرى تتميز بهواء نقي. سمعت، إذا بالنسبة للمنادي، إذا هنا جاء منصوب، إذا الاسم المنقوص، إذا تثبت ياءه عند النصب، إذا سنقول سمعت مناديا ينادي فتى، فتى، إذا اسم مقصور، فتى للالتحاق، إذا للالتحاق بناد، إذا ياء المقصور
إذن ياء المنقوص عفوا إذن تحذف في حالة الجر. إذن بناد، إذن سنقول سمعت مناديا ينادي فتى للالتحاق بناد. إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم مع باقي دروس المرجع. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.